السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. وكنرحب دائما بمتتبعيني الأوفياء وكذلك الجدد، ولأول مرة دخل القناة ما ينساش يتابعونا وفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد على القناة. كيف كتشوفوا اليوم جبت لكم تشكيلة متنوعة من قفيطنا ديال الدار وكذلك جلابة الجاهزة. كيف كتشوفوا معايا في الصورة قفيطين بالصمتة طرزة في الكمام وكذلك في الكول على شكل في، مبرة ممتازة. جبت لكم جميع الالوان المتواجده في هذا الموديل هذا كيف ما كتشوفوا معايا في الصوره، الالوان كامله باش تاخذوا فكره جديده على اشنو الدارج في الموضه. وفي هذه الصوره هذه كاب عصري، حتى هو فيه جويبات وفيه طرزه في الكمايم وفي لي بوش بمجدول. هو تقليدي عصري، يعني كيمشي مع لي بونطالون جينز او سليم. حتى هو فيه العديد من الالوان. هو الستيل اللي كاين في الكاب ما بين العصري والتقليدي. هادو جميع الالوان اللي فيه جمعتهم لكم في الفيديو. بطبيعة الحال الستيل ديال المجدول. كنتمنى انكم تاخذوا افكار جديده وتشوفوا اشنو الدارج على الموضه. فيه بزاف ديال الالوان، غوج بلو نوار مارون، يعني تقدري تلبسيه مع اي حاجه. وكيف كتشوفوا معايا في الصوره هذه جليلبه عصريه، فيها حتى هي طريزه في الصدر وشبيكه في لي بوش وفي الكمام. القب صغير وفيها حتى هي العديد من الالوان، وشبيكه كتجي في الديغرادي ديال هذاك اللون ديال الجلابه هي والطرزه. خليكم مع باقي الالوان اللي موجوده في هذه الجلابه. كيف شفتوا معايا هذوك هما الالوان اللي موجودين في داك الموديل. هذا موديل اخر جديد بالطرزه بحال الشكل ديال الفاسي، وفيه حتى هو العديد من الالوان. بالنسبه للتوب ديال الجلابه هذا فودا، فيه واحد سميطه صغيره في الصدر ديال العقاد، وبطبيعه الحال الطرزه كتجي في الديغرادي ديال الجلابه. حتى هي جبت لكم جميع الالوان اللي فيها. وهذا موديل اخر ترواكار، حتى هو بالطرزه في الكمام وسميطه صغيره في الصدر. المهم نخليكم مع جميع الالوان اللي جبت لكم في هذا الموديل هذا. نتمنى انهم ينالوا اعجاب ديالكم وتاخذوا افكار جديده على الجلابه الجاهزه موجوده حاليا في الاسواق. وكيف شفتوا معايا حتى هنا تشكيله اخرى جديده، فيها جيب في الصدر وفيها شبيكه في الكمام. حتى هي فيها العديد من الالوان وتوب فودا. وبطبيعه الحال اللي كتستعمل الدراري كتاخذ الشال كما كنقول كيكون مواتي مع اللبسه، اولا اللي كاين في اللوينات ديال الشبيكه اللي في الكمام. هذا موديل اخر ديال الصوف بالنسبه للمحبين جليلبات ديال الصوف. تا هو فيه العديد من الالوان، تا هو بلي بوش وبطريزه في الصدر والقب صغير. هذا كاشمير بالسلسله، تا هو فيه لي بوش ايفازي
فيه العديد من الالوان. المهم انا البنات كنحاول نجيب لكم جميع التلوينه اللي كاينه في الموديل باش بحال هكا كتستافدوا. كنتمنى ما تنساوش اللايك والاشتراك باش تستافدوا من الفيديوهات المقبله ان شاء الله، وشكرا على وفائكم.